أفضل 10 أفلام رعب في التاريخ. تنتج السينما الغربية عدداً لا يستهان به من الأفلام سنوياً، وتتنوع هذه الأفلام بشكل كبير. يعتبر الرعب والخيال أحد أنواع هذه الأفلام، لكن بعضها كان بارزاً بشكل ملحوظ من حيث الأفضلية ونسب المشاهدة. وفيما يلي أفضل أفلام الرعب في التاريخ، وقد رتبت حسب نسب المشاهدة. 10. Graves Encounters، فيلم لقاءات القبور. هو فيلم يحكي عن أحد برامج الواقع في مستشفى مهجور مليئة بالأشباح، حيث يجعلك الفيلم تشعر بأنك شخصية مشاركة، وهو مزيج ما بين الواقع والخيال. 9. So، فيلم المنشار. هو أحد أكثر أفلام الرعب والخيال إثارة، تدور قصته حول شخص يرتدي قناعاً ويسكن داخل حمام مهجور، يقوم بتعذيب الضحية والتلاعب بها. استطاعت هذه الفكرة البسيطة أن تحقق شهرة عالمية كبيرة، ويحتوي الفيلم على أكثر من جزء. 8. The Ring، فيلم الحلقة. هو أحد أكثر الأفلام رعباً وخيالاً، تدور قصته حول شريط فيديو غامض لا يمكن تفسيره، وكل من يشاهد الفيديو يموت بعد 7 أيام، كما كان لهذا الفيلم بصمة واضحة في السينما الغربية. 7. The Shining، فيلم البريق. هو أحد الأفلام المشهورة، تكمن قصته حول فندق مهجور تسكنه الأرواح والشياطين. يعتبره النقاد من أقوى أفلام الإثارة والغموض التي تم إخراجها. 6. The Sixth Sense، الحاسة السادسة. هو أحد أكثر أفلام الرعب والخيال شهرة، يتحدث عن طفل صغير له القدرة على التحدث مع الموتى. لقي الفيلم نجاحا كبيرا جدا بعد صدوره. 5. A Nightmare on Elm Street، كابوس شارع إلم. فيلم يحكي عن رجل تم إحراقه حيا بسبب جرائمه على الأطفال، ليعود مرة أخرى بعد عدة سنوات ليصبح كابوسا يقتل الشباب في أحلامهم. 4. The Blair Witch Project، مشروع الساحرة بلير. أحد أفلام الرعب والخيال التي حققت نجاحا كبيرا في سلة الأفلام ودور السينما، وهو فيلم يحكي عن 3 طلاب ذهبوا في رحلة لإحدى الغابات لتصوير فيلم وثائقي عن ساحرة تدعى بلير، هدفها قتل الأطفال وتعذيبهم. 3. The Conjuring، فيلم الشعوذة. هو أحد أقوى أفلام الرعب، يتميز الفيلم ببراعة التصوير المدهشة التي تعطي حب المشاهدة بمتعة كبيرة. تدور قصة الفيلم حول دمية تسكنها روح شريرة تؤذي من حولها. 2. بولتيرجيست، الأرواح الشريرة. هو واحد من أفضل أفلام الرعب في التاريخ، يتحدث عن عائلة تطاردهم روح شريرة، وهو فيلم مأخوذ من قصة حقيقية تعود إلى عائلة هيرمان. 1. The Exorcist، طارد الأرواح الشريرة. فيلم أمريكي أنتج عام 1973، يحكي عن طفلة مسكونة بالأرواح الشريرة. صنف هذا الفيلم بأنه أكثر الأفلام رعبا في تاريخ السينما، وحصل على أعلى نسبة مشاهدة عند عرضه في السينما. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.